مثلا حاجة شهيرة زي دي، مثلا حاجة شهيرة زي دي اللي هو ايه؟ اللي هو كان في شكل أسهل وأشهر مشهور على أمريكا. لو قلنا دي كارد وقلنا دي وقلنا ديبندنت، مثلا ده ويك انتيتي، مثلا ده ويك صح؟ الويك كله كان عندنا فيه مشكلة. ايه الهبل ده؟ خلينا هنا ماشي. كان عندنا فيه مشكلة، طبعا احنا عارفين كنا بنعمل فيه ايه، كنا بنضطر الامبلوي نوصفه. بعد كده كان فيه ويك ريليشن شيب، كانت الويك ريليشن شيب مع الديبندنت، كنا بنعمل الديبندنت ده تيبل تاني صح؟ وكنا بناخد الاي دي بتاع الامبلوي بتاعه، يعني لازم ناخد ده يبقى برايمري كي نحطه هنا مع ده يبقى فورين كي، والبرايمري كي او اليونيك كي اللي هنا اللي هو يبقى مش يونيك قوي بيتاخد مع البرايمري كي اللي هنا، والاثنين يبقوا مفتاح رئيس واحد. وبعد كده تكمل بقيه الايه؟ تكمل بقيه الايه؟ الفيلدز. الرسمه دي هبله، او اللي رسم رسم حد مش محترف، مش فاهم كويس. تمام؟ مثلا وهكذا. فكان عندي الموظف كده ديبندنتس اوف، وبرده الديبندنت بتوعه اللي هم اولاده او كده بيحترموا الاي دي بتاعهم والنيم والجندر والبيرث ديت والريليشن شيب لو كان في علاقته ايه مع الاب يعني. فالويك انت ده دلوقتي احنا ممكن نحله بالجيسون بشكل بسيط جدا جدا جدا. تعال بص عليه. فبيت قلت انسرت ان تو ام ديتيلز وفاليوز، قمت باعت. خلينا نعتقد ان دي بيانات دي بيانات اللي بتاعت الامبلي العادي يعني. مثلا ناخد امل حافظ ماشي، نتقل في نيم وخليناها اف. اي ارقام ماشي وكده بالنسبه لنا خلاص. طيب عايزين نضيف بقى الايه الجديد اللي هو بالنسبه لنا احنا عايزين نمثل تفصيله كانت بالنسبه لنا عباره عن تيبل تاني وتفاصيل كتير. انا ممكن امثلها في نفس الدوكيمنت. على فكره مش كل الحلول اللي احنا نحل جوه نفس الدوكيمنت، على فكره ممكن نعمل كذا دوكيمنت وليهم علاقه ببعض مش مشكله، لكن احنا بس بنبص على الاختصارات اللي ممكن يوفرها لي حاجه زي كده. تمام؟ قلت له ماشي. بص احنا اخدنا الاري تمام، وعرفنا ان ممكن تحل لنا المالت فاليو، واخدنا الاوبجكت تمام، ممكن تحل لنا الكومبوزيت اتريبيوت عادي جدا. هناخد كمان حاجه اسمها الاري اوف اوبجكتس، الاري اوف اوبجكتس. فانا ممكن ببساطه جدا اقول له ان احنا عندنا حاجه اسمها ديبندنت تمام، وعملت بتساوي خلاص. وقلت بقى بتساوي دي بقى مشكله. ليه يا عم مشكله؟ قال لك لان هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. طيب احنا كنا بنتكلم على الديبندنت. فالديبندنت بالنسبه لي هيبقى عباره عن هي ممكن يكون عندها اكثر من حد مسؤول عنه، فهيبقى عباره عن اري، عباره عن ايه؟ عن هذا الاري عادي، واقدر احط جوه الاري بقى مجموعه من الاوبجكتس. يعني اقدر اقول بقى الاي دي مثلا رقم واحد تمام كوما النيم مثلا، احط مثلا كريم ده النيم، جندر والميل، ونكمل الحاجات العاديه يعني نكمل بقيه التفاصيل العاديه. عملناه ايه المره دي؟ عملناه عباره عن اوبجكت صح؟ عملناه عباره عن اوبجكت، واخد كوما بعد الاوبجكت ده واقدر اضيف الديبندنت الثاني
واخلي الاي دي بتاعه رقم 2 واقول اسمه سمير مثلا. انا كأنه اشتغل 2 دايمنشن عليا ده. لا ده الموضوع اوسع من كده، الموضوع اوسع دايمنشن عليا بكتير. تمام، والرقم 3 اصل عشان جيسون جافا سكريبت فالبرمجه ملمسه فيه على الاخر، فاهمني؟ فالموضوع كبير يعني. انا ممكن نلاقي مالتي دايمنشن. ايه ممكن نلاقي مالتي دايمنشن اللي بقى خلاص يحط فيه اي يقعد يحط فيه ديتا بالهبل. ما هو انت ما هو فعلا المالتي دايمنشنز دي حاجه بسيطه، انت عندك هنا اوسع من كده، انت ممكن تحط اري اوف اريز عايز يعني، ممكن تبقى الاري دي كان جواها اري يعني. ممكن مثلا تخيل ان الاندبندنس دول مثلا ليهم مثلا ارقام تليفونات مثلا، وتضطر تقوم جاي عامل هنا كومه صح؟ وعامل فون وتقوم ايه مخلي الفون ده ايه؟ ري الري وحط كل واحد بقى ايه اللي انا عايزه بقى صح؟ وفي الحاله دي العمليه وسعت بقى على الاخر. ايوه كده الريج والريج والريج، وممكن الريج يبقى جواها مجموعه من الاوبجكتس عادي، مش هي مشكله عندك خالص. انت بتستراكشر البناء بتاع الجيسون طبقا اللي انت محتاجه. هم شويه ادوات بسيطه بس شغل بقى يعني ملوش نهايه. تمام، ادوات بسيطه بس تفتح معاك فتحه كبيره يعني. فلو احنا اخذنا الانستاتيه العجيبه اللي احنا عملناها دي، ومتعمل انسيرت. لا انا زعلت منك ليه يا ولد؟ المشكله بقى ان الماي سيكوال من الغباءات اللي عندها ان هي بتضرب، ما تقولهاش بتضرب ليه في الماي في الجيسون يعني. لما بتضرب في الجيسون ما بتعرفش. هو الاري الاخيره فيها كومه زياده يا دكتور، المفروض تشال اخر كومه. انا الاري الاخيره فيها كومه تحت السطر الثالث ده. تمام، يبقى احنا كده اهو زي ما احنا شايفين خلاص. بس يا دكتور معلش في حاجه، هو ال الليست اري دي ممكن الكومه تبقى زياده عادي وتتقبل في الجيسون، هو ليه اعترض عليها؟ الجيسون مش كده عادي، مش بيقبل. لا مش في فرق ما بين انك تكون بتشتغل على جافا سكريبت ولما تكون بتشتغل على انجنز بتحاول تحاكي الجيسون. تمام، يعني في اللغات الثانيه كلها اللي اخذت فكره الجيسون وبتشتغل عليها مش شغاله 100% زي الجافا سكريبت، لكن هي بتحاول تشتغل. ليه مثلا؟ ليه افهمك ايه يعني؟ مثلا احنا عملنا شويه انسيرت، انا يعني المفروض اكمل معاكم بس الفكره كلها ان انا عايز اديكم فكره عن الجيسون والدوكيمنت داتابيز والشغل بتاعها وازاي الموضوعات. انت ممكن تلم الداتابيز كلها بجيسونيه يعني، بس الموضوع كله ازاي قدر بقى يبقى منظر ده، فاهمني؟ فالغرض هنا ان في عندنا في الماي اس كيو ال في اغراض مختلفه تماما، فهي لازم تقدر تعمل حسابها للاغراض اللي هي اصلا فتحت الموضوع بسببه. يعني ايه؟ يعني هي اصلا هي عباره عن مخزن للبيانات، فهي ما عندهاش مشكله ان هي تخزن بيانات، لكن مشكلتها هتبقى فين؟ ازاي تقدر تريتريف الداتا دي تعملها تمام، وازاي تعرضها للناس بشكل منسق وتبدا العمليه تبقى مفهومه. يعني ازاي تقدر تشتغل على حاجه مفهومه بالنسبه للناس يعني. فتبقى عندها مشكله، يبقى عندها مشكله كبيره يعني. فهي بناء على المشاكل اللي في بالها دي بتحاول تحل وتظبط امورها بحيث انها تقدر في الاخر ترد عليك. ولما بيظهر فيها دكتور باجز بيسهل بنقدر تعمل لها دي باجز بسهوله ولا لا؟ في الماي سيكوال هنا الديباجز مش حلوه. طبعا خد بالك احنا مش عارفين على الفيرجن كام، بس الفيرجنز دلوقتي بقت افضل من كده يعني. احنا ممكن نقول الفيرجن ده قديم اللي بينزل مع اللي اسمه ده مع البي اتش بي ماي ادمن، ده بيبقى قديم شويه في الغالب يعني.
البروجكت يعني نعمل له ابديت لحاجه اعلى شويه و... انت على احدث حاجه يعني بس لان انا عندي مثلا ما فيهوش مبادئ هو الفيرجن كان موجود فوق ده السيرفر فيرجن ده 10 لا انا اشك ان ده الفيرجن بتاع الداتابيس تقريبا يا دكتور السينتاكس كان موجود اصلا في الـ في الـ في الانسرتايه يعني الكوما ديت كانت تتبع الانسرتايه تقريبا مش قضيه بقى احنا يعني احنا كنا حاطين اهو صح احنا كنا جوه الري هو بيتكلم ان في بعض اللغات اصلا بتشتغل على الجيسون بالنسبه لها لو كوما في الاخر مفيش مشكله تمام لو كوما في الاخر مفيش مشكله فهو بيقول ان ازاي بقى رفضها تمام فانا بنقول له ان هنا احنا عندنا الجمل شويه فيها شوية شغل عشان نقدر نشتغل عليها فتعالى مثلا احنا محتاجين نشوف مع بعض لو انا عايز مثلا اجيب ديتا من الكلام العجيب الغريب ده تمام ازاي نقدر نجيب بيانات ف نكتب هنا الاول تعالى ناخد كام سيمبل كده اكزامبل لو انا جيت قلت له سيلكت تمام وقلت له انا عايز اجيب السالري طبعا السالري ده بالنسبه لي كارثي السالري ده حاجه تمام اتريبيوت جوه حاجه اكبر منها اهو لو رجعنا كده عشان نشوف منظرها الحقيقي بسكول بنسيل التاسترسك ديت لان النيم ده السالري ده دايما او الجندر ده دايما زي ما احنا عايزين هو جوه الكولوم اللي اسمه ايه اللي اسمه ديتيل صح جوه الكولوم اللي اسمه ديتيل عشان اقدر اشتغل عليه لازم الاول معلش يا دكتور نعم هو ديتيلز ده واخد نوع داتا تايب ايه في الداتابيز جيسون عشان ما شفتهاش جيسون هو في نوع جيسون لما جينا كريت نتبول كده اهو كريت نتبول اسمه ام وقلنا ديتيل نوعها ايه نوعها جيسون تمام طيب اكتر الحالات اللي بحتاجها فيها يا دكتور سيرفيس يعني ولا عاديه ايه اللي هو يعني انا بحتاج جيسون في ويب سيرفيس يعني لما اكون هستقبل حاجه من اي سايت تاني مثلا ولا يعني افضل الحالات اللي بحتاجها فيها ايه هقول لك امثله كتير جدا زي الامثله اللي انا اخذتها دلوقتي زي مثلا الفون انا فعلا لو انت بتشتغل وعندك كولوم اسمه فون حرام تروح تعمله تيبل تاني على طول اعمله جيسون وحط فيه الفونز نمبرز وخلصنا تمام موضوع بسيط طب هنا انت ممكن تقول لي ايه انا بالنسبه لي مثلا الحل ده من الحل اللي هو اعمل الاف نيم لوحدها والال نيم لوحدها الاثنين بالنسبه لي متساويين مثلا قلت لي ده صحيح ده حل حلو بس مش مؤثر قوي معايا بالنسبه لي يعني مش قضيه كبيره وارد تمام تقول لي والله السالري والجندر والحاجات دي انا احطها في فيلدس عليه كولومز عليه ماشي الفون خلاص اتفقنا ممكن مثلا اقدر استغل دي الري وخلصنا تمام في حاجات تانية بتبقى ممكن تقول لي ده مثلا تقول لي يا راجل ده يعني مثلا انت عندك ممكن تبقى التيبل بتاعك عادي تخيل التيبل بتاعك نيم وسالري وجندر وعادي وجيت عند الفون وتعمله جيسون الري ماشي جيت عند الفون وتعمله جيسون ايه الري جيت عند الديبندنت لقيت ناس هتعمل تيبل تاني عشان ايه تعمل بس اولاد الامبلي ده ممكن تقدر تعمل بس الكولوم ده هو اللي جيسون يعني ممكن يوفر في الريليشن بتاعتي مثلا لو انا الريليشن بتاعتي مثلا رخمه ممكن يسرع الموضوع لو انا عملت جيسون بدل ما اعمل ريليشن بين اكتر من تيبل بس كده واحده مش قادر افهم انت بتقول ايه يعني ممكن مثلا يعني من كتر الريليشن انا افهم ان انا لو عملت في تيبل يعني فيه داتا كبيره جدا وعملت ريليشن ما بين 3 4 تيبل وانا الداتا بتاعتي كبيره اكيد هو بيختص عشان يجيب الداتا بتاعتي من سيلكتها بياخد وقت لو انا عملتها بالطريقه ديت ممكن الحته ديت يقلل الوقت بتاع السلكتايا ولا اكيد طبعا بالفورمانس بتاع السلكتايا اعلى بكتير جدا انا اقصد كده بالفورمانس بتاع السلكتايا جدا 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 انت هنا بتتكلم ان الشخص اولاده والهيصه والزمبلطه بتاعته كلها دي موجوده في حته واحده الموضوع بالنسبه لك بسيط جدا
تخيل مثلا انت عندنا حلول مثلا ساعات بتبقى معقده، يعني ساعات بيبقى عندنا حاجات معقده جدا زي مثلا بتحلق في الايه في الريليشنال سكيما. في ده احنا بنتكلم عليه النهارده، مش ريليشنال داتابيز عشان انتوا عارفين، يعني ده مش ريليشنال داتابيز خالص، ده عصر تاني غير عصور الريليشنال داتابيز. مثلا تخيل ان عندك السالري، تخيل عندك السالري بتاعك، انت عايز تسجل الوظيفه وكان على كام، وكل ما يتغير ويعلى مرتبه تقول الوظيفه كانت ايه وعلى كام، تمام؟ ودي طبعا معروفه يعني، دي والجوب هيستوري يعني. فتخيل انت عايز تعمل جوب هيستوري ده، اكيد هتروح تعمل له جدول تاني، اكيد تمام هتعمل له جدول تاني. هنا الموضوع بسيط جدا، هنا الموضوع بسيط جدا، انت ممكن تقدر تعمله باكتر من شكل يعني. بنعمل مثلا حاجه زي جوب هيستوري. على فكره احنا مش لازم نكون كلنا دلوقتي، المثال اللي عامله ان احنا حاطين الجسم كله جوه كولوم بس اسمه ديتيل، صح؟ بس مش شرط، انت ممكن تكون عامل فيلدس عاديه، نيم وسالري وجندر وفون عادي جدا، وجيت عند الحته اللي انت عايزها بتعملها جيسون، يعني كولوم اللي انت عايزه بس جيسون، لان مش مشكله. تمام، ما عندكش مشكله يعني. احنا كده يعتبر الكولوم كده شايل تيبل. تيبل ايه ده؟ تيبل ده تيبل غلبان بالنسبه لي، شايل تيبل ايه؟ شايل تيبلز وبقى واشكال وتفاصيل كتير، مش مجرد تيبل. شايل داتابيز، شايل داتابيز. ممكن يشيل داتابيز، ممكن يشيل داتابيز كامل، بس ده مش برضه مش الاستراكشر السليم يعني.